لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب، ثم في هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزماني، فإن أزمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، وإنما المراد الترتيب الإخباري، فأخبر سبحانه أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة تماما، أي لنعمته وكمالا لإحسانه، على الذي أحسن أي من أمة موسى، فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنعم لا تحصى، من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم، فتمت عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرها. وتفصيلا لكل شيء أي يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوها. وهدى ورحمة أي يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشر في الأصول والفروع. ورحمة يحصل به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون أي لعلهم بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم بلقاء ربهم يؤمنون، فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له. يقول: وهذا أي القرآن العظيم والذكر الحكيم كتاب أنزلناه مبارك، يعني فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات، فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه، وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. فاتبعوه أي فيما يأمر به وينهى، وبنوا أصول دينكم وفروعه عليه. واتقوا أي اتقوا الله تعالى أن تخالفوا له أمرا، لعلكم إن اتبعتموه ترحمون. فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا، أكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا
قطعا لحجتكم وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي تقولوا لم تنزل علينا كتابا والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها علم ولا معرفة. يقول فأنزلنا إليكم كتابا لم ينزل من السماء كتاب أجمع ولا أوضح ولا أبين منه، لم ينزل من السماء كتاب أجمع ولا أوضح ولا أبين منه. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم وإما أن تعتذروا بعدم كمالها وتمامها، فحصل لكم بكتابكم أي القرآن أصل الهداية وكمالها، ولهذا قال فقد جاءكم بينة من ربكم، وهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق، والقرآن كذلك وصفه وهدى أي من الضلالة، ورحمة أي سعادة لكم في دينكم ودنياكم، فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه والإيمان بأخباره، وأن من لم يرفع به رأسا وكذب به فإنه أظلم الظالمين، ولهذا قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله أي أعرض ونأى بجانبه، كذب بآيات الله وصدف عنها أي أعرض ونأى بجانبه، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب أي العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه بما كانوا يصدفون أي لأنفسهم ولغيرهم، يصدون أنفسهم ويبعدونها عن الحق وكذلك غيرهم جزاء لهم على عملهم السيء وما ربك بظلام للعبيد. يقول وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها، وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين، وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين من اليهود والنصارى، فهم أهل الكتاب عند الإطلاق لا يدخل فيهم سائر الطوائف لا المجوس ولا غيرهم. وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم مادة العلم وغفلتهم عن دراسة كتبهم. نتعلم من هذه الآيات المباركات في قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، فالله عز وجل قد أحسن إلى من أحسن من بني إسرائيل وأتم عليهم نعمته وجعلهم في زمنهم أفضل العالمين، وهذا يدلنا على أن المحسن يجازى بالإحسان كما قال الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفيه أيضا أن الكتب إنما نزلت هداية للناس ورحمة لهم وزيادة في اليقين وإيمانهم بربهم سبحانه وتعالى، فبقدر قرب الإنسان من الكتب وخاصة هذا الكتاب الأخير المبارك الذي لم يحرف ولن يحرف ولا يتطرق إليه شيء من ذلك، فإذا اقترب الإنسان منه وتعلمه حصل الهداية والرحمة والإيقان بلقاء الله عز وجل وزاد إيمانه، ولذا قال الله بعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالبركة الكثيرة والخير الكثير على الإطلاق في هذا الكتاب المبارك، فبقدر قرب الإنسان منه وتعلمه له وحرصه على هدايته تكون هدايته وتكون البركة في حياته وتكون الرحمة من الله عز وجل به. فلذلك هنا الشيخ ينبه على هذه الفائدة يقول في الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها، وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة، يعني من أراد الهداية والثبات على الصراط المستقيم فعليه بالقرآن يتعلمه ويعمل به ويتخلق بأخلاقه، لا يحتاج إلى علم كلام ولا فلسفة ولا غير ذلك من العلوم الأخرى، بل علم الكتاب والسنة موضحة له، هذا الوحي به الحياة والروح والشفاء والعافية. وفي قوله تعالى
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا والآية الأخرى أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، هذا فيه أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينزل من الآيات البينات ما يزيل به حجج العباد، فلا تبقى لمبطل أو لمضل حجة على الله سبحانه وتعالى، وإنما لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. ولذا قال: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وفي قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، هذا فيه خطر الصد عن آيات الله سبحانه وتعالى، الصد عن القرآن والصد عن السنة، وأن يكون الإنسان سببا في انحراف الناس والعياذ بالله وبعدهم عن الوحي، كما يفعل بعض المنافقين أو المنافقون وأتباعهم، يصدون الناس عن دين الله بمحاربتهم له، يحاربون الدعاة القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحاربون الذين يعلمون الناس العلم الشرعي، يصدون الشباب عن طلب العلم وعن الاجتهاد في طاعة الله والدعوة إلى الله عز وجل. وهؤلاء والعياذ بالله تعالى توعدهم الله عز وجل بالعذاب الشديد في قوله: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وليحذر كل منا أن يكون منفرا صادا للناس عن سبيل الله بسلوكياته الخاطئة وأخلاقه السيئة والعياذ بالله تعالى، بل كن قدوة حسنة للناس بأخلاقك وأعمالك الصالحة، يجعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناتك. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.